السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب بنات الطالبات إلى إكمال الوحدة الأولى من كتاب العلوم للصف الثالث فأهلا وسهلا بكم والمتابعة نتابع هذه الصور ماذا سوف نجد؟ سوف نجد هنا قطط تستخدم الأسنان والمخالب، الأسنان والمخالب. إذا القطط أو القطة، القط ماذا يفعل القط؟ يعض بالأسنان، يخدش بالمخالب، يعض بالأسنان، يخدش بالمخالب، يعض بالأسنان ويخدش بالمخالب، ونلاحظ الصورة كيف يستطيع هذا الحيوان فرد مخلبه عندما يريد أن يدافع عن نفسه. أيضاً نجد هذا القنفذ، قنفذ، قنفذ، نجد هذا القنفذ، قنفذ، نسمي هذا الحيوان قنفذ، ماذا يفعل هذا القنفذ؟ يبرز الشوك، يقوم بإبراز الشوك حتى لا يستطيع أي حيوان أن يلمسه أو أن يقترب منه، لأنه إذا لمسه أو اقترب منه فإنه سوف يصاب بالأذى من هذه الأشواك. توجد هنا هذه او هذا الحيوان ماذا نسميه؟ حرباء. حرباء. ماذا نسميه؟ حرباء. اذا هذه هي الحرباء، الحرباء. كما ترون هنا لونها يشبه لون غصن الشجره، هنا لونها يشبه هذا اللون، اذا هي تقوم بتغيير لونها حتى لا تستطيع الحيوانات المفترسه افتراسها، فتظنها انها هنا كانها بقيه من الخشب. وهنا تظنها بأنها كذلك كغصن الشجر، إذا الحرباء تقوم بتغيير لونها، الحرباء تقوم بتغيير لونها، ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن، تعلمنا أن الحيوانات تدافع عن نفسها بطرق مختلفة؛ النطح كالخروف، الرفس كالحصان، العض.. مثل ماذا العض كالقط اللسع اللسع كالنحل مثلا النقر النقر وتغيير اللون اما تغيير اللون مثل الحرباء الحرباء مره اخرى طرق او اكمل مخطط طرق الدفاع عن الحيوان نقوم باكمال مخطط طرق الدفاع عند الحيوانات النطح عند الخروف الرفس عند الحصان الحصان اللسع عند النحل او النحله اذا تدافع النحله عن نفسها باللسع باللسع مره اخرى النقر هو عمل النسر 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 العض مثل الكلب يقوم الكلب بالعض إذا أراد الدفاع عن نفسه، تغيير اللون مثل الحرباء، الحرباء، الحرباء مرة أخرى، هناك طرق عديدة للحيوان كي يدافع عن نفسه، النطح عند الخروف، النطح عند الخروف، الرفس عند الحيوان عند الحصان، اللسع عند النحل، النقر عند النسر، العض عند الكلب وكذلك عند القط، أيضا تغيير اللون مثل أو عند الحرباء. الحرب. هل أنت منتبه معي يا عزيزي الطالب؟ سوف ندخل إلى عنوان جديد بعنوان: شكل الحيوان يناسب مكان معيشته. شكل الحيوان يناسب مكان المعيشة. إذا أستنتج شكل الحيوان أنه يناسب مكان المعيشة. شكل الحيوان.. يناسب مكان المعيشة، سوف نتابع الصور حتى نستطيع أن نتفهم بأن شكل الحيوان يناسب المكان الذي يعيش فيه. نجد هنا سمك، نجد هنا سمك. السمك، كيف يستطيع السمك أو أين يعيش السمك؟ يعيش السمك في الماء. إذا كيف يستطيع أن يعيش؟ يعيش بواسطة السباحة، ما الذي يساعده على السباحة؟ الزعانف. الزعانف، إذا شكل الحيوان أو شكل السمك كما ترون معي في الشاشة بهذه الطريقة، هذه الزعانف هي التي تساعد هذه السمكة المبتسمة على العيش في الماء، الزعانف، الزعانف، إذا شكل الحيوان يساعده أو يناسب مكان المعيشة. شكل السمكة يناسب أنه يعيش في الماء، في الماء. أيضا نجد هنا جمل، جمل، كلكم تعرفون الجمال. واكثر ما يميزها هو السنام 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 وهي الشحم المرتفع على ظهر الجمل هو يكون بهذا الشكل كالهرم سوف نتابع في الصوره هذا جمل هذا جمل هذا جمل ويوجد هنا شخص يركب هذا الجمل الجمل يسير فوق رمال الصحراء نحن نعرف بان الجمل حيوان قوي وانه يتحمل العطش ويسير في الصحراء لكن فلنرى شكل خف هذا الجمل، الخف أي القدم، لكن في الجمل نسميه خف، خف. خف الجمل يكون مفلطح وماذا؟ وعريض، وعريض، عريض مرة أخرى، إذا خف الجمل مفلطح وعريض، خف الجمل مفلطح وعريض، خف الجمل مفلطح وعريض كي يساعده على المشي فين؟ أو أين أيها الأطفال الرائعون إذا نظرا لأن هذا الجمل يعيش في الصحراء فإنه يملك خف عريض ومفلطح لأنه ربما قد تغرز أقدامه في الصحراء وبالتالي سوف يكون هذا القدم أو هذا الخف عريض ومفلطح كي يساعد على المشي في الصحراء أيضا سوف نجد هنا ثعبان سوف نجد هنا ماذا؟ ثعبان هذا ثعبان يعيش الثعبان في الشقوق والثقوب، أين يعيش الثعبان؟ في الشقوق والثقوب، يختبئ في الشقوق، شقوق تكون في التربة أو في ثقوب تكون في الجبال، في الكهوف وما إلى ذلك. يكون، لاحظ معي شكل هذا الحيوان أو شكل هذا الثعبان، لاحظ كيف شكله، يكون أسطواني، يعني هو كالاسطوانة، أنت تعرف معي ما هو الاسطوانة، الاسطوانة كهذا الشكل أو كهذا القلم. هذه أيضاً كذلك هذا نسميه اسطوانة، شكل الثعبان كذلك كاسطوانة. شكل هذا الثعبان كما ترى في هذه الصورة أو كما ترى كما رسمت لك هو يناسب المعيشة في الشقوق والثقوب كي يستطيع أن يعيش بها. في الصورة الثالثة ماذا سوف نرى؟ سوف نرى طائرًا يطير بجناحيه في السماء. إذاً سوف نرى طائرًا يطير بجناحيه في السماء. إذاً هذا طائر ونحن نعرف أن الطائر يطير. في السماء بواسطة الجناحين، الجناحين مرة أخرى صح أم خطأ؟ شكل الحيوان يناسب مكان معيشته، صحيح؟ كالسمكة التي تملك الزعانف، والجمل الذي يملك الخف العريض والمفلطح كما تابعنا في الصورة، والثعبان الذي يعيش في الثقوب والشقوق، والطائر الذي يطير في السماء بواسطة الأجنحة الكبيرة لهذا الطير. هل نعيد هذا الدرس مرة أخرى؟ إذا السمك يسبح في الماء وتساعده الزعانف، الجمل يسير في الصحراء ويساعده الخف عريض ومفلطح، الثعبان يعيش في الشقوق والثقوب ولديه شكل أسطواني، أيضا الطائر يطير في السماء بواسطة جناحيه، بواسطة جناحيه، نتابع. ماذا تعلمنا؟ ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن أشكال أطراف الحيوانات تناسب مكان معيشتها كالسمكة والجمل والثعبان والطائر، إذاً أشكال أطراف الحيوانات تناسب مكان المعيشة، أشكال أعضاء الحركة عند الحيوان تساعدها على الحركة في أماكن معيشتها، إذاً أشكال أعضاء الحركة عند الحيوانات تساعدها على الحركة في أماكن معيشتها. مرة أخرى، أشكال أطراف الحيوانات تناسب مكان المعيشة، كما شاهدنا في السمكة والجمل وكذلك في الطائر وفي الثعبان. أشكال أعضاء الحركة عند الحيوانات تساعدها على الحركة في أماكن معيشتها. نقوم بحل التمرين معا. ألون وأكتب اسم طرف الحيوان الذي يناسب مكان معيشته. إذا سنتابع الآن. ما الذي هنا يناسب مكان المعيشة؟ زعانف. صحيح. إذا طرف الحيوان هنا سوف أقوم بتسميته زع. زعانف. هنا ما الذي يناسب مكان المعيشة بالنسبة للطائر؟ جناح أو جناحان. جناح. سوف أكتب جناحان لأنهما اثنان جناحان. أيضاً ما الذي يناسب مكان المعيشة هنا؟ خف، خف، خف. طلب مني المعلم هنا بأن أقوم ألون وأكتب اسم طرف الحيوان الذي يناسب مكان معيشته. سوف أستخدم لوناً آخر غير اللون الأزرق، قد أستخدم اللون الأحمر كي يكون واضحاً بالنسبة لكم. ساقوم هنا بتلوين الزعانف تلوين الزعانف لانها هي الطرف الذي يساعد على الـ او يناسب مكان المعيشه ساقوم بتلوينها هكذا ساقوم بتلوينها هكذا ساقوم بتلوينها هكذا اذا هذه الزعانف اذا هذه الزعانف ايضا يقول بانها بان طرف الحيوان هنا هما الجناحان الجناحان اقوم بتلوين الأجنحة بلون مغاير كي تستطيعوا أن تفهموا المعلومة يا أبنائي الطلاب، سوف أقوم بتلوين الجناح الثاني إذا هذا أو هذه حمامة قمنا بتلوين جناحيها أيضا طرف الحيوان هنا في الجمل هو الخف، الخف سوف أقوم بتلوين خف الجمل حتى نستطيع أن نميزه بوضوح. إذاً هنا زعانف السمكة، هنا جناح أو جناحا الطائر أو الحمامة، وهنا خف الجمل، خف الجمل. نتابع. هنا سوف نقوم بإكمال المخطط. لتكاثر الحيوانات والعناية بصغارها. سوف نقوم بحل الأنشطة التقويمية وأنتم كذلك معي. قوموا بفتح الصفحة كي نحل معا. تكاثر الحيوانات والعناية بصغارها. التكاثر، التكاثر إما ب الولادة وإما بالبيض. البيض بالبيض جميل. جميل. طالب مجتهد ونشيط. بالولادة عن طريق أو من أمثلة الولادة: الماعز وأبقار، أبقار، صحيح. أيضاً بالبيض مثل الحمام والسمك أو الدجاج، صحيح إذاً: حمام وسمك. أيضاً: هناك عناية للصغار التي تعتني بصغارها مثل العصفور والقطة، القطة، وحيوانات لا تعتني بصغارها، لا تعتني، لا تعتني مثل القطة والسمك مثل عفوا مثل السمكة والذبابة إذا التي لا تعتني بصغارها مثل السمكة والذبابة السمكة والذبابة لا تعتني بصغارها والقطة والعصفور يعتني أو يعتنيا بصغارهما نكمل سوف نصل بين صورة الحيوان ومكان معيشته هيا نتابع هذا جمل أين يعيش الجمل؟ يعيش الجمل في الماء الشقوق والثقوب الصحراء نعم اذا سوف اقوم بايصال السهم الصحراء توجد في الصوره الثانيه صوره السمكه هل تعيش في الماء نعم إذا سوف أقوم برسم السهم. أيضا هذا ثعبان فهل يعيش في الماء أم الشقوق والثقوب أم الصحراء في الشقوق والثقوب؟ نقوم بإيصال السهم أو برسم السهم. جمل يعيش في الصحراء، سمكة تعيش في الماء، وثعبان يعيش في الشقوق والثقوب. اذا ابنائي الطلاب بنات الطالبات بهذا النشاط الرائع نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الجديد وان نكون قد اخذنا معلومات جديده عن الحيوانات التي نعرفها والتي لا نعرفها والى لقاء جديد باذن الله تعالى في امان الله